اياميها كان حوالي سنه 86، زي ما انت عارف 86 ما كانش في حتى ايميلز، كان موجود في ايميل في امريكا اربانت، دي كان فيري ليميتد سيت اوف يونيفرستيز، الناس يعرفوا يبعتوا ايميلز لبعض. لكن طبعا مصر ما كانش في حاجه اسمها ايميل، والايميل في امريكا حتى ما didn't become prevalent لغايه 1988. وطبعا الانترنت زي ما انت عارفه البيجنينجز بتاعتها في امريكا كانت 1993، فما كانش في الكلام ده. فالحقيقه وانا طالب في الجامعه وانا في سنه ثالثه كان، وكانت الطريقه يعني اياميها للناس اللي انترستد انهم كانوا بيروحوا للامريكان كلتشر سنتر. يعني الامريكان كلتشر سنتر ده كان ملحق بالسفاره الامريكيه، فاياميها كان في السفاره الامريكيه في القاهره في جاردن سيتي حسب ما انا فاكر يعني، وكان في قنصليه في امريكا، لكن كان في مركز ثقافي امريكي ملحق بالسفاره في القاهره. فانا فاكر ان يمكن مثلا في اخر سنه ثانيه في هندسه اسكندريه، ولما بدات ابقى فيري انترستد ان انا ادرس يعني بره، وانا كنت فيري انترستد في حضرتك ده كنت طالب في سنه ثالثه اكشلي تانية. نعم. بس كنت يعني بقرا كتير وانترستد، وكنت بحب اقرا حاجات حتى في ساينس فيكشن، وكنت بقرا كتب يعني لها علاقه بالبروجرامينج والنيو ادفانسز في الروبوتك، بايت ماجازين يعني. فاي واز فيري انترستد في مجال الاوتوميشن والروبوتكس ان جنرال، اي واز فيري انترستد في المجال ده. واياميها مجال الروبوتكس ده كان حاجه فيري اكزوتيك، كانت حاجه ايمرجنج، لسه ما كانش حاجه موجوده في زي دلوقتي في كل المصانع، وكان لسه البيجنينجز بتاع ارتفيشال انتليجنس ما كانش زي دلوقتي يعني. فالمهم يعني انا بدات يعني افكر وبقرا يعني في الحاجات اللي بقراها، المطبوعات والمجلات والماجازينز اللي كنا بنجيبها بالعافيه، فورن ماجازينز لها علاقه بالتكنولوجي والكمبيوترز اياميها، كلام عن جامعات بتعمل ريسيرش في ارياز مختلفه. ففهمت يعني من الكلام ده ان في ثلاث او اربع جامعات في امريكا عندهم روبوتكس بروجرامز ذات ار انكريدبل يعني. نعم. فرحت الامريكان كلتشر سنتر ده. نعم. انا كنت صغير جدا يعني، انا دخلت الجامعه اسكندريه وعندي 16 سنه، فانا كنت بيرلي 18 years old. واي ريمبر ذات داي فيري ويل اكشلي. كان في ادفايزر في الامريكان كلتشر سنتر عشان الناس اللي عايز تسال ازاي يدرسوا في امريكا يدرسوا. مفيش بقى انترنت وايميلز وبتاع، هي كتب محطوطه وبروشورز بتاعت جامعه موجوده في مكتبه في الامريكان كلتشر سنتر. فبتقعدي بقى وتقعدي تقري كل واحد فيهم. فرحت يوم او يومين، كنت اروح الصبح واقعد ابص على كل الجامعات اللي في امريكا والبروشورز بتاعتها والكتالوجات وايه المواد وايه الحاجات اللي زي كده وبتاع، وبقرا انا بقى الماجازينز دي لوحدي يعني اوتسايد. وبعد ما عملت الكلام ده 3 4 ايام رحت للاكاديميك ادفايزر ده، انتروديوس ماي سيلف، اسمي كذا كذا طارق صبح، بدرس في الكمبيوتر انجينيرنج ديبارتمنت في جامعه اسكندريه، وده قسم يونيك ومفيش غيره، ويتش ثرو يعني في الشرق الاوسط 4 years واحنا 25 people، وانا بقرا lots of outside stuff وعندي فكره عن الاكاديميك سين في امريكا، او at least that's what I thought يعني. Reading all of these brochures and documents and papers. I'm very interested in robotics. وعملت ريسيرش بتاعي ده، انا بقول له يعني الكلام ده. واكتشفت ان اليونيفرستي اوف بنسلفانيا في فيلادلفيا في امريكا has the number one robotics laboratory في العالم دلوقتي. معمل اسمه كان Graspla General Robotics and Active Sensory Perception Lab. Multidisciplinary lab في الـ School of Engineering في University of Pennsylvania. طبعا University of Pennsylvania is an Ivy League school to start with. That's not easy to get into. Yeah. فأنا عايز أروح هناك. نعم. باختصار أعمل إيه يعني؟ فالراجل بص لي، well, يعني hopefully you will get there, but you need to lower your expectations. Yeah. How he was explaining to me. نعم. University of Pennsylvania never accepted anyone into engineering PhD or graduate degree program directly from Egypt. من مصر اللي ever. كانت عمرها لسه. فكان في ناس راحوا يعني قبلية. نعم. دكتور زويل طبعا درس في بنسلفانيا كيمستري. إنما في هذا تخصص لحضرتك. دكتور زي حواس درس أركيتكتشر. Yeah. بس ما في هندسة لا يعني، يمكن في واحد اتنين راحوا ترانسفير، لكن somebody to be admitted from Egypt directly into graduate PhD program didn't happen. But I really want to go there. طبعا صغير يعني مش فاهم الاسبوع. عندك رغبة. فقال لي sure you can apply، بس نصيحة يعني اقدم على جامعات كتير تانية يعني because it's difficult. فطبعا قدمت على بنسلفانيا و I spent طبعا كده على كتاب بإيد بقى وبتاع يعني
الابلكيشن وليه انا عايز اروح وايه اللي عملته في حياتي وايه المشاريع اللي عملتها وايه الكودنج اللي عملته. والحقيقه كان عندي جريت شانس ان انا كنت الصيف اللي قبليها جيت امريكا زياره في اليونيفرسيتي اوف يوتا. انا اي هاد ا شانس, ودي قصه ممكن احكي لك عليها بعدين. يعني اي وركت وذ some graduate students within a research group in computer science in Salt Lake City for a couple of months. If I had some work that I've done at least, you know. No. المهم, وبعت الابليكيشنز. يعني كانت ريزومي قوية, يعني مثيرة. Well, I think it was reasonable given I كنت في مصر, ويعني given the scope بتاع projects والoutside حاجات اللي عملتها شغل وايز وفي مصر. يعني احنا بالنسبه لنا الحياه الجامعه هنا وي ار فيري بلاست, احنا في كذا دكتور مصري هنا في لورنس تكنولوجيكال يونيفرسيتي. اي ثينك ذير از 4 3 or 4 اوف ذم. وطبعا وانا كاني كبرزه بتاع الجامعه هيك اول رئيس مصري. الحمد لله. يعني which is الحمد لله. يعني ف يعني التيبكال واي اللي بيحصل ان الطلبه بيبعتوا دايركتلي للبروفيسورز, يعني بيبعتوا دايركتلي. والاول لو حتى كان ايه, الطلبه دايما بتقدم على دكتوراه, يعني بعدها بيخلص البكالوريوس في مصر والماجستير. لما يحب يقدم على دكتوراه ساعتها يبتدي يبعت ايميلز ليا او الدكتور نبيل او 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 دكاتره تانيين موجودين في فيريوس ديبارتمنتس مثلا في فلورنس تك او في جامعات تانيه يعني. وبيبعتوا الريزومي بتاعهم وبيبعتوا ايه الانترست, اذا كانوا شافوا ان الانترست بتاع البروفيسور ده within what they are interested in working in. وتبتدي بروسس والدكاتره they guide them how to apply and they evaluate their applications. بس دلوقتي actually which is very interesting, بدانا مثلا من 10 سنين او كده نلاقي ناس بتقدم على ماسترز ديجري على طول زي ما انا عملت من 30 سنه او تقريبا. وبعدين اخر 4 5 سنين لقينا ناس كتيره بتقدم من هاي سكولز. يعني بتلاقي ابلكيشنز من طلبه 17 يير اولد 18 يير اولد, وبيبعتوا لدكاتره زينا في لورنس تك وغيرنا ويقدموا على ادمشن لاندر جرادويتس. وطبعا العدد كان محدود زمان, يعني 10 سنين نمبر ده كان قليل جدا. يعني دلوقتي وي سينج lot of increase, يعني students are being more adventurous at a young age. والانترنت طبعا والسوشيال ميديا enabled students of that generation to know a lot about universities and research, so they are exciting. So most of these contacts, you know, are really individual contacts. صحيح. بيقوموا بشكل فردي ان هم يقدروا يتصلوا. طبعا احنا يعني given our position ده دلوقتي وان في momentum, يعني we actually have a lot of memoranda of understanding مع جامعات كتير جدا overseas in general, يعني South America, Asia, India, طبعا China, Southeastern Asia in general, some European. في سؤال and now we're trying to contact, and I have been contacted الحقيقة by several يعني جامعات في مصر, amazing colleagues طبعا, very distinguished people. وإن شاء الله within the next year or so we hope to execute a couple of these agreements for exchange and for people to be able to come directly مثلا من undergraduate program if they do well to our graduate programs with a significant scholarship. Trying to find ways by which even يعني كل هذه الاتفاقيات اللي هتكون مع الجامعات سواء يعني حول العالم ومنها مصر, حضرتك بتقول انها هتبقى في مطلع الشهر السنه الدراسية. احنا اوريدي عندنا كتير جدا عملناه before my time and during the last year مع جامعات في دول مختلفه كتير. الحاجات دي بتاخد شويه وقت to develop. بس ان شاء الله يعني we are currently working with a few universities in Egypt trying to find a way that we can make some of these agreements and execute them. Hopefully when we talk 1 year from now there will be one or two of these agreements. الاجريمنتس دي بتبقى دايما في حدود 3 أو 4 حاجات. اول حاجه faculty exchange, we would like to host faculty من الجامعات دي في مصر هنا on a temporary basis, يعني مثلا one semester. التبادل الطلابي بيبقى اول حاجه الدكاتره نفسهم, so they can do joint research مع دكاتره هنا والعكس. تاني حاجه exchange للطلبه, يجوا هنا يقعدوا سمستر مثلا وبعدين يرجعوا مصر, او يجوا يقضي الصيف هنا in a summer program وهم under graduates. والتالت هو الجراديوت بروجرامز, يعني لو احنا عملنا
exchange program مع good undergraduate degree department في جامعة مصرية, ومتأكدين ان الكوريكولم طبعا very well designed و at a good level. We would be very happy ان الناس دي if they hit a certain rank or GPA for undergraduate studies, no. they would be guaranteed admission into our master's degree program ممتاز. With a good scholarship, with a significant scholarship to help them out. Yeah, بمنحة. فكل الحاجات دي هتبقى parts of the agreement يعني going no. forward. ده بيؤكد انه المناهج في الجامعات المصرية والطلاب مؤهلين تماما ان هم يدرسوا 100%. وبسهولة في الجامعات في امريكا, وان هم مش هيواجهوا صعوبات تعليمية زي ما بيظن البعض. على العكس. ومنها مثلا اللغة على سبيل المثال او اي حاجة منهم. على العكس. على العكس تماما. انا نفسي اكزامبل, انت بتتكلمي عن انك انا you know at the age of 20 35 years ago يعني. نعم. والحقيقة ال preparation that I had and what I'm seeing now was more than enough. No. To really very solidly prepare me for a graduate studies here. No, على العكس, الطلبة المصريين شطار جدا جدا جدا. طبعا in this time and age, technology is cheap, right? So many universities in Egypt and in the Middle East in general have very good facilities, no. great faculty members. No. Many of these universities عندهم faculty members متخرجين من جامعات ممتازة, مش بس في مصر, بس من العالم كله, وبيرجعوا مصر ودكاترة. No. على العكس, الطلبة المصريين شطار. No. They are very serious when they come here. No. They study very hard. They spend the time. And the environment here is conducive to studying. صحيح. الصعوبات اللي ما... يعني الصعوبات اللي موجودة مثلا علشان واحد يعمل graduate studies في بلد overseas أو في Middle East أو في مصر. No. مش موجودة هنا. الطالب هنا بيجي بيقدر يركز 100% على الستاديز بتاعته. نعم. لو في scholarship, job on campus, teaching assistantships, بيشتغل في research project, they get paid to work in the research project, which is very good from a time point of view.